أول حاجة برافو لأن جبتي حكم اللي كان انترفيو في المستوى، وهذا هو الملاحظة اللي كنا قلنا لك على الخط الأول، ومزيان مزيان هادشي. هذه أول ملاحظة. دونك الملاحظة الثانية بالنسبة للماتش، هاد القضية اللي ذكرها السيد اللي كان قبل منه وي واللي هي ديال الطنطاوي، وي سي الطنطاوي واش ولا في المستاف تكنيك، خص ضروري تكون طابليت، خص ضروري تكون طابليت اللي هي مشات على الانترنت باش كتعاود المقطع، لان مازال باقي الحكم في الفار ملي مشات البينالتي باش تلعب ما يلاه دارت اللقطه الثانيه، دونك تما كنتحبس اسيدي، تعيط للعميد ويمشي العميد لعند الحكم، تعيط للعميد يمشي للحكم ويقول حبس اسي، هاي اللقطه رجع اللقطه كاينه كتبين العكس. شوف علاش اخويا اشرف، انا ذاك النهار قلت بانهم بعد ما وقعوا لك المشاكل ديال السي طنطاوي ديال الباسبورات وداك الشيء، قلت بانه السيد راه كبر، راه كبر السيد اصاحبي، راه كبر، عطيو التقاعد ديالو وجيبوا ان جون اللي عنده ليسبري ديال الانفورماتيك ويسبري ديال الانترنت، فهمتي، وتكون عنده طابلات كما قال السيد، طابلات ويجلس ويتبع ويعرف، فهمتي، جيبوا لنا دي جون اصاحبي، عطا الله من يخدم، واش بان لكم هاد الطنطاوي هذا ماشي ينوض من ديك البلاصه صافي يلاه، ولا كيغلط صافي كيزقل صافي يلاه، الله يجعل شي بارك. دابا فالوروك اللي هو لو نيفو في الكره مزيان وي، وتيديروا دي طابليت اللي كيعاودوا يديروا الفيزيوناج ديال لوكازيون ديك الساعه سير بلاص، ما كيتمحوا هما التحكيم ديالهم في لو نيفو، ومازال كيشوفوا في اللقطه في الطابليت. كشفناها والله، الا شفناها في الانجليز، انا شفتها كاع في الانجليز، شفتها في البطوله الانجليزيه. واش شفتها في الانجليز؟ انا شفتها في الانجليز. دونك واش ما كانتش تاخد كارت سيم فودافون في المطار ديال القاهره؟ ما تشارجي وتونشينيها مع الانترنت تجيبها معاك، مي يمكن سي با بوسيبل، ستاف تكنيك بحال ديال الرجاء يكونوا ناقصين بحال الحويجات. هادي ثاني حاجة، ثالث حاجة هو ملاحظة، أنا تكنيكمو على الماتش، أنا باش نقدر نكون مختلف على بزاف ديال الإخوان، سيكو خلال الظروف اللي عاشو من الرجاء الفني، حيت أنا دائما في نفسي دائما كنجلد راسي قبل الآخر، ولكن بكل صراحة خلال الظروف، أنا دابا غنحط كل شيء على الظروف، أنا ما نحطش ما نجمش نجلد الفرقة ديالي. لان الفرقه ديالي البارح بينالتي ما كايناش في الاول ديال الماتش، البيت الثاني ديك الساعه اوسكي تدارك الموقف وعمر الوسط، لان كان هو كيراه باش يعمر لا ديفونس خمسه ديال لي مونبر، وخلى الميليو ثلاثه، داكشي علاش كلاونا هما، حيت هما لعبوا جو بونس واش لعبوا 4 4 2 ولا لعبوا 3 5 2، ما عرفتش شنو اللي لعبوا، انا بالي لعبوا 3 5 2 لعبوا 3، تيبان ديما واحد لي تغواز اكسيون، تيبان ديما ثابتين عندهم، وداك لا ينضروا ولا ينقوش ديما طالعين، لا دونك كلاونا في الميليو، لا ثلاثة وما عندهم خمسة، كلاونا وفي الدوزيام بال فهمتيني، دونك الدوزيام بال كتضرب كترجع كلاونا فيها، بس كيبقى حيت لقيت لا ديفونس، واخا نعمر انا بخمسة، فينا هو الباب ديال الفران، الفران هو لا ديفونس، فينا هو الباب ديالها اللي كيحميها من العادة، شنو فينا هو الباب؟ الباب هو الميليو، فينا هو الميليو؟ ثلاثة كلاوك الاخرين كيشدوا الدوزيام بال كيوصلوا عند لا ديفونس إذا ما حطيتش ليها الباب اللي غادي تحميها تدخل تاكل في العصا في العصا، حتى يديروا لي الفوق سيسو قراونا رابع حاجة، قراونا في ليلة طيرو، قراونا شوف أشرف، قراونا في ليلة طيرو، فوالا لعبوا مورا ليلة طيرو بجوج، مورا مذكور ومورا سكحان، قراونا مزيان وسيسو شوف، واللي أحسن المقابلة هو جوج الناس، عندك عبد القادر اغوش
وعندك الشحات على اليمين، هادو هما اللي حسموا المقابله. مطاو ولا كان كيجي غير من اللور اللي حسموا المقابله هما هاد الجوج، وهما عارفوا بانه عندنا لي لاتيرو شويه دفاعيا كيطلعوا وكيخليوا لي زيسباس من وراهم، بقاو كيلعبوا لهم كواري من وراهم سيرتو راهم ذكور الله عظام الكواري اللي لعبوا من تما. هذا هو اللي كاين، وسهلت عليهم المقابله. دونك 4-4-2 وي ايكيليبرات شويه، ايكيليبرات ماشي غير ايكيليبرات، راه ولينا كنبان حنا تمنو تجات البينالتي الكرا دوزيام ميطون اللي راه لي 10 مينوت الاخرانيين ديال ديال لا بروميير ميطون راه كنا بلو فور وي، والبدليه ديال دوزيام ميطون كنا بلو فور، جات البينالتي ديك الساعه ولينا ب 10 ولاعبين بلاكس واحد لاعبين بلاكس واحد. هو هاد المقابله كبيره كنخلوه هاد المقابله. انا بغيت نسولك السي ياسين، بغيت نسولك شنو هي التشكيله اللي انت كتوقع في الرتو؟ تنظن يلعب بنفس التشكيله الطاسي، غادي يدير شي حاجه زعما شي اكسبلوا، غادي يدير هاد الشيء هذا باش يلعب باش غير عرفت علاش؟ حيت هو الطاسي هو في ليسبري ديالو عنده واحد ليسبري شويه كرانتيف، ماشي من داك النوع اللي هو بحال داكشي ديال اوسكار اللي كتعرف كيغامروا ويلعب اللي ليها ليها المهم الدرجه. لا هو اللي تخي كرانتيف هو خواف لا لا دوزا ميطا حيت ما بقى عنده ما يخسر طونسيون، راه شاف الخويا ديالو بروميير ميطون لا ولكن علاش؟ لا هذيك تانا صدمني لان ما فاش كيشونجي في ذاك الوقت، ولكن بان لي بانه لا ديفونس واكله العصا مزيان، بان لي بانه هذاك الحداد هذاك الحداد بان لي غير باسي وانه غادي ماركي وماركي بيوت اخرين، بانت ليه حتى العام فين كاين. دونك من الاحسن دخل هذاك السيد عرف الثقبه كاينه في الميليو، عرف بانه دار واحد ليله كبيره، هي البارح دخل بلا ريكوبيراتور فو با لوبليي، راه دخل بلا ريكوبيراتور لانه لا المكعازي ولا الاخر داك سميتو اللي هو بولهرود ما متعودش عليهم في الريكوبيراسيون، ما متعودش عليهم راه شي بولهرود حتى ملي كان مع الفتح، ربما في ذاك الوقيته ملي كان مع الفتح ربما كان معاهم هذاك لا كان غوليور الله يحفظك، واللي كان غير اللي كان ريكوبيراتور هو داك مروان سعدان، هو تنظن الا كنتذكر هو اللي كان كيلعب ريكوبيراتور وكان ان كرون ريكوبيراتور في الميليو تاعنا، وكان هو كيلعب غوليور هذا باش تردو زعما راه ما عندوش ديك القوه البدنيه وديال النزالات بحال اللي كيدير العجون كيدار مع عباد الله وكيدخل، لا ما عندوش. اذا المكعازي خلاص، المكعازي حتى هو ان دوزيام غوليور، انت لاعب ميليو تيران فيه دو غوليور ولو تخوازيام غوليور دافعوا لقدام اللي هو زريده، اذا شكون غير ريكوبير؟ وعندك الوسط كاين السوليه، كاين داك ديانك، كاين داك كاين عندهم هذاك سميتو داك طاو، وعندهم الشحات حتى هو كيجي يدخل الميليو بعض المرات، يعني عندهم ميليو واقف مزيان ما يمكنش. عرفتي فاش فكرني الماتش ديال الرجاء في الترجي في كازا، الله يرحم الوالدين، هذاك الشيء اللي جوج بيوت بسبب القرعه اللي في الميليو وخلاو الصاد كله كيجي على 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 الديفونس على بالو عاد السلامي عاق، عاد السلامي عاق هو يخرج خرج من الكور سميتو الشاكر، خرج من الكور والشاكر ردو في لا دروات ودار الوردي مع نقوم وي عاد ايكيليبرات ايكيليبرات دوزيام فكنتمنى انا اللي كنتمنى ان الماتش الجاي ماذا دوتي على التشكيله، كنتمنى ان الماتش الجاي يحاولوا ما امكن يوجدوا واحد جوج الناس اللي غادي ينفعونا بزاف اللي هما الناهيري والعرجون. راه غادي ينفعونا بزاف هاد الناس الى رجع الناهيري لا دغوات ويلعب جبيره اريال كوش، لان جبيره احسن ما عندنا في اريال كوش، راه هو جبيره يلعب اريال كوش، الناهيري يلعب اريال دروان ويلعب سميتو غادي يقويو وغادي يغطيو على داك الضعف اللي غادي يكون بعد غياب الهدود، غادي تغطى الا كان ناهيري، حيت ناهيري صحيح طويل غادي ينفعك كواري العاليين، غادي ينفعك سميتو شفنا شحال ديال الكواري كانوا كيطيحوا من ورا مذكور كواري العاليين كيجيو من ورا كيسماتشيو من ورا ولو تير غادي ينفعك كواري في بالاريتي، حنا محتاجين الحلول في بالاريتي. فكنتمنى العرجون غادي يضلك على داك النقص كذلك على مستوى السيرجاع،
غادي نربحون كازي يبقى غولييور ويكون متولي ثاني العاب هما ثلاثه الوسط وغدير لنا ليلى دروا غدير لنا الهبطي وليلي غوش ديالنا بن جديده ودير لنا